واحد الدار ديال الوراثة، يعني ما عنديش فيها الحق غير مستقرة فيها حاليا، وهاد يعني اي وقيته يقدروا يخرجوني منها، اي وقيته يلوحوني في الزنقة انا والوليدات، وما عنديش حتى فين نمشي. ما كنخدمش بزاف، كنلقاش الخدمة ديما، كنخدم غير في القهوة، يعني باش نوكلهم من القهوة صعيب الحال. ما يعني مرة كياكلوا نهار ياكلوا، يومين ما ياكلوش، ما كيلبسوش مزيان، ما كي كنخليهم الوقت كامل، كنخليهم غير في الزنقة، كنخليهم مكرفسين. الجيران كيردوا لي البال وكيساعدوني، مي راه كل واحد كيعيا، ما يمكنش يساعدوا ديما مساكن، ديما جهدهم دايرين ولا جدي لا جهد الله. هاد البنيته اللي هي مسكينه كتعاوني شويه في الدار، وكتهز لي الحمل، وكتحضي خوتها صغيورين، وهادي تصابت بحادثه مؤخرا بسبب واحد الحديده بركات عليها مسكينه من التحت ديالها، من بعد دارت عمليه جراحيه صعيبه بزاف من الوالده ديالها مسكينه، وهي بحرا عندها 9 سنين ونص. والعمليه يعني وقفوا غير الناس معايا في السبيطار، هذوك الجراحين بقيت فيهم، وبقات فيهم الدريه هما اللي داروا لها العمليه فابور وفي السبيطار، وخيطوا ليها الوالده ديالها هذه، وخا صغيره بزاف خيطات ليها الوالده. يعني الدريه ممكن مده طويله تبقى مريضه وتبقى بلا قرايه، ما تمشيش للمدرسه بسبب هذه الحادثه اللي ما عنديش الا سال ليا الدواء، ما عنديش حتى باش نشري ليها الدواء نكمل ليها، الا سالت ليها الماكله ما عنديش باش نوكلها، ما عنديش، الا ما عطفوا عليا الناس والجيران ما كاينش اللي غادي يعطيني الله سبحانه وتعالى. كنخدم في الجدير مع 12 ديال الليل، يعني الليل الناس نعسوا، ازمور كامله خاويه، وكانت مجيه على رجليا بوحدي، مره كنت مجيه في الزنقه، وكان من بعد كنجي ندخل الدار. هاد المره جيت دخلت بغيت ندخل الدار، لقيت البنيه وليد صغير عنده 4 سنين خوها باركين في الزنقه والشتا كتصب. قلت ليها مالك يا مالك باركه، قالت لي راه سد علينا الباب وحنا ما عندنا الساروت. مسكينة طلعتها، قلت لها طلعي من السطح باش تحلي علينا. طلعت مسكينة والسطح بعيدة عليها بزاف، منين طلعت وهي طاح على الحديدة، والحديدة دارت ليها، يعني كانت غادي تموت ديك الساعة غير ربي لطف بيها، ولكن راه دارت عملية جراحية صعيبة بزاف، كتر من السن ديالها، عملية كطلب مدة ديال الراحة، وما تمشيش المدرسة، ما تقراش، وخا مسكينة هي باغا تقرا، وهادي دابا غتوقف على الدراسة، وكتطلب بزاف ديال الدواء، كتطلب باش تاكل الدريه ترجع صحيحتها، لانها ضاع منها الدم بزاف بزاف بزاف، ومازال كيخرج منها الدمايات. واحد الجاره ديالنا مسكينه شامه هي اللي كتجي دابا تداوي ليها في الصباح وتعطيها الدواء، وهادي لان كلهم بقات فيهم في الدرب، كلهم تعاطفوا معايا، وهما اللي لقيت، ما لقيتش عائلتي، ما لقيت حتى واحد. قالوا لي بان الدريه راه خيطوا ليها الوالده ديالها، العذريه ديالها باقي كاينه، وكلشي داروا في الدوسي العذريه ديالها هي، الحمد لله يعني ربي وقف معاها الحمد لله، ما تقاش من العذريه، ولكن تقاش من واحد خارج العذريه، واحد البلاصه في البوله قريبه للوالده، داكشي باش سال منها الدمايات بزاف بزاف، ولكن بنجوها ودخلوا يديهم باش تخيط هذيك البلاصه ديال الوالده، صعيبه عمليه صعيبه بزاف. في المستشفى ديال الجديده، المستشفى الكبير ديال الجديده، وعمليه كطلب بزاف ديال الفلوس، ونهار الحد ما كانوش اطباء كبار، وبقاو كيعيطوا لهم في التليفون، تجاو من الدار البيضاء هما اللي داروا لها العمليه، حيت الدريه خافوها تموت، تاثروا بزاف وجاو داروا لها العمليه. وبقيت معاها وانا في نفس الوقت اللي ما كنت غير بوحدي، المفروض يعني نصبرها وهادي، ولكن انا طحت زادوا لي الدم، لان كنعاني طول حياتي من فقر ديال الدم، وزادوا لي انا الدمايات، كنت انا طايحه في بلاصه وهي طايحه في بلاصه، غير الجيران اللي جاو مساكن البارح جابوا الماكله وجابوا هما اللي عتقوني باش تاكل شويه الدريه وناكل انا وياها شويه، يعني حتى ديك الماكله كون ما جابوهاش الجيران ما غاديش حتى نتقوت، فهمتي، لا انا والدريه، يعني حنا واصلين هاد الماساه هكا. داكشي اللي يمكن كنتصوروا ديما من الخدمه، وداكشي بحال اللي داكشي كنصوروا قليل كنصرفوا عليهم باش ياكلوا داك النهار، لا ما خدامش، الزوج ديالي مريض بمرض ديال الاعصاب مده طويله، مده ديال 8 سنين وهو غير كينعس كيشرب الدواء، دابا شويه كيبرك من بعد الا شرب الدواء كينعس، ما كيحش كينعس،
يعني هو راه ما كرهش حتى هو ما كرهش يدير جهده وما كرهش هادي، ولكن الغالب الله صحته ما كتسمحش. هاد الوليدات صغيورين كيعانيو بزاف، وانا كنطلب من الله سبحانه وتعالى يصاوب ويقاد هاد الحاله هادي، لان غير ابسط الامور السكنه ما عنديش حاليا، انا غير مستقره في هاد البيت هكا، ويعني اي بقيت نقدر، لان ماشي من الملك ديالي، اي بقيت يقدر نقدر نخرج منه، ما الا مشيت نمشي غير للزنقه انا والوليدات، يعني ابسط الامور ما عنديش.